محمود منسي. حد فيكم فكر قبل كده في كم ثورة حصلت من بداية البشرية؟ طب في كم واحدة منهم نجحت؟ تعالوا نرجع للبداية شوية. إيه سبب ظهور الثورات؟ في آراء كتير قوي، ممكن كل ثورة يبقى لها سببها الخاص، بس في حاجة واحدة عمرنا ما هنختلف فيها، كلنا عاوزين صوتنا يبقى مسموع. طيب كم في المية من الشعب بيروح الشغل الصبح والموظف بيقضي كم ساعة في مكتبه؟ 8 10 12. تفتكروا لو الموظف ده طول ما هو في الشغل بيتعامل بظلم، بقلة احترام، ومحطوط في شغل روتيني ممل عمال يستهلك طاقته ويدمر في خلايا مخه يوم بعد يوم، تفتكروا الموظف ده بعد الشغل أول ما يطلع هتكون أخلاقه عاملة إزاي؟ وهو سايق، وهو في البيت، وهو لابس البدلة وبيتعامل مع واحد في الشارع بس عامله بطريقة مش كويسة عشان هو مش في مود كويس، مش ده ممكن يبقى سبب من أسباب العنصرية والطبقية في المجتمع؟ طب تفتكروا لو نفس الموظف ده بقى بيتعامل في الشغل إنه باشا وإنه فعلاً ليه دور فعال في الشركة اللي هو فيها، ومش بس كده، لا هو مش مجرد آلة في الشغل قبل الاستبدال أو التخلي عنها في أي وقت، ليه الأهمية بتاعته. وتخيلوا لو الموظف ده كل يوم بيروح المكتب وطول ما هو في الشغل بيتعامل بنفس الإثكس والأخلاق دي. طيب تعالوا نتخيل لو كل الشركات الصغيرة والكبيرة الـ HR فيها بيتعاملوا مع الموظفين بتوعهم بالطريقة دي، مستوى الارتقاء الأخلاقي هيكون عامل إزاي في المجتمع؟ عشان كده إحنا بدأنا ثورة، بدأناها في صورة مجلة وسميناها ثورة الموارد البشرية أو HR Revolution. إحنا كموظفين كنا عاوزين صوتنا يبقى مسموع، فإحنا بنركز قوي على جزء الانترفيو سكشن أو المقابلات الصحفية اللي بنعملها مع مديرين HR، مع رؤساء مجلس إدارة، مع موظفين وعمال، مع ستارتابس وسيفل وورك، وحتى مع طلاب جامعات وفريلانسرز والانبلويد كمان. وبكده بيبقى جمعنا كل اراء السوق الامبلويمنت ماركت بتناقضاته ونثابته. وهي مش بتبقى ثوره عشان احنا بندون اصوات الناس دي بس، لكن بتبقى ثوره عشان احنا بنجمع الافكار دي كلها في صوره ريبورت مقروء بيطلع كل سنه عن اتجاه بيئه العمل عامله ازاي. من خلال الانترفيوز اللي احنا عملناها دي حبينا نسلط الضوء على مشكلتين مهمين قوي في الـ HR. اول مشكله هي البطاله او الانبلويمنت، وتاني مشكله هي الفجوه اللي موجوده ما بين قدرات الشباب وما بين القدرات اللي مطلوبه في السوق من الشركات. نتكلم في اول مشكله البطاله، بس قبل ما نتكلم فيها تعالوا نشوف ايه راي الـ HR في الجيل بتاعنا من خلال برضو المقابلات الصحفيه اللي احنا عملناها. رايهم ان احنا كساله غير مدربين ومشتتين. طب ليه بيقولوا علينا كده؟ على اساس ايه؟ اكتشفنا ان هما بيقولوا كده عشان هما شايفين ان احنا مش بنقبل باي وظيفه، ولو انا اشتغلت شغل ولقيت نفسي مش بتعلم منه حاجه او مش لاقي نفسي فيه عادي، عندي القوه والقدره ان انا اسيب الشغل ده وادور على شغل تاني عادي، ايه المشكله يعني؟ احنا بقى فعليا لقينا ثلاث مشاكل في البطاله. اول مشكله فيهم ان الشركات في مصر زي ما انتم شايفين بيلوموا الشباب اول حاجه، وبيحاولوا يطبعوا الشباب على اساليب الاداره القديمه بتاعه الشركه. فبالطريقه دي انا ببقى مش مقتنع ان الجيل الجديد ده بيفكر بطريقه مختلفه تماما انا كشركه، والجيل الجديد ده اسمه الميلينيالز على فكره. فبالتالي الناس اللي بتتخرج يا اما الناس الموهوبه منهم، يا اما بيبتدوا ستارت ابس او بيشتغلوا فريلانسرز، او بيجربوا يشتغلوا في شركه مثلا مده 6 شهور، لو ما عجبهمش الشغل هيدوروا على شغل غيره او هيعملوا المشروع بتاعهم الخاص. والكلام ده موجود في كل بلد تقريبا بس بنسب مختلفه. ومن هنا الفجوه ما بين الاجيال الجديده وما بين الاتش ار بتكبر مع كل حفله تخرج. من ضمن المقابلات الصحفيه اللي عملناها كانت في دبي، والاتش ار في دبي دلوقتي بيجربوا يعملوا حاجه هتعجبكم جدا، بيحاولوا ان هم يطوروا من بيئه العمل بتاعتهم عشان هي اللي تتواكب مع تفكير الجيل الجديد ده الميلينيالز. طب بيعملوا كده ازاي؟ اكتشفوا ان الناس بتزهق من الشغل الروتيني، فابتدوا يغيروا نظام الشركه ان هو يبقى مبني على اساس بروجكتس او مشاريع، فبكده الموظف يبقى دايما في تحدي ويبقى دايما بيطور من نفسه. وهم نجحوا فعلا ان هم يخلوا الموظف يبقى انتربرينور جوه الشركه بتاعته. طب المشكله الثانيه ايه؟
مشكلة تانية ان احنا بقينا مجتمع استيرادي اكتر ما هو مجتمع منتج. بس هنا بقى برضو بيجي دور الستارت ابس في حل الانمبلويمنت. الستارت ابس دلوقتي معظمها بتبقى منتجات محلية، عمالة محلية، وكمان مش بس كده، في ستارت ابس كتير في مصر بيبقى ليها الفرنشايز بتاعها بره مصر. تالت مشكلة لما جينا سألنا اللي عملوا الستارت ابس دول، لما جينا سألنا الانتربرينورز او رواد الاعمال، ايه المشاكل اللي بتواجهوها في السيفيهات بتاعتكم؟ ايه رأيكم في السيفيهات اللي بتوصل لكم؟ قالوا لنا ان هم مش معترفين ان السيفي ده مقياس كافي ان هو يبين ابعاد الشخصية وقدرات الشخص. وقالوا لنا ان في ناس كتير قوي بتكتب حاجات هي ما عملتهاش في السيفي وبتبعت السيفي زيادة، وان في ناس تانية من كتر ما هي محبطة وبتبعت السيفي في حتت كتير جدا ومش بيجي لها فيدباك، فبيبعتوا بقى خلاص يبعتوا السيفي من غير ايميل تايتل او من غير حتى كفر لتر، بيبعتوه وخلاص يبقى اسمهم عملوا اللي عليهم. ومن هنا بقى وصلنا لنقطه مهمه جدا، ان اكتشفنا ان دور الستارت ابس اصلاحي اكتر من الشركات، عشان هم بيعاملوا الموظفين بطريقه مختلفه تماما. مثلا هم مش هيستبعدوا حد عشان السيفي بتاعه مش مكتوب بطريقه مش عاجباهم او بطريقه مش كويسه، بالعكس بيدوا فرص لكل الناس، فرص متساويه، بيعملوا انترفيوز مع كل الناس. وطريقه التعامل في الاداره نفسها بتبقى مبنيه على تبادل الافكار مش على الديكتاتوريه المطلقه. طيب تفتكروا بقى مصير الانبلويمنت قدام هيكون عامل ازاي في المستقبل؟ في شركات كتير قوي بترفض بشده ان هي تستخدم السوفت ويرز الجديده البروجرامز. ليه؟ عشان هما بيحاربوا التغيير، عشان هما عاوزين الموظفين بتوعهم يعملوا نفس الشغل ما يطوروش من نفسهم، وعشان هما برضو خايفين ان في يوم من الايام ممكن المدير شغله يروح والسوفت وير هو اللي يقوم بالشغل الاداره بداله. بس الكلام ده مش صح، عشان التكنولوجي موجود عشان هي تخدم الانسان وتشيل من عليه جزء الدونكي وورك اللي بيستهلك وقته وطاقته دي كلها، فبالتالي هيبقى عندنا وقت اكتر للتفكير، للابداع، للتخطيط، للتجربة، للتدريب وللتعليم. من شهرين كنا في دبي، كنا في مؤتمر اسمه HR Technology Summit. المؤتمر ده قالوا حاجة غريبة قوي فيه، قالوا ان 70% من الوظائف هتختفي، هتتلاشى فجأة، عشان هيتم استبدالها بسوفتويرز. السوفتويرز دي، الموضوع ده خلانا نفكر مين ال 30% اللي هيتبقوا اللي مش هيتم استبعادهم؟ هل هم الناس اللي بيشتغلوا الشغل الروتيني بتاع كل يوم، ولا هم الناس اللي عاوزين يغيروا فعلا، الناس التالنتد الموهوبه؟ ومن هنا بيجي دور السي او. السي او ابتدى يكتشف المشاكل دي كلها، فابتدى يطلب من الاتش ار مانجر ان هو انا عاوزك تغير لي سيستم الشركه، انا عاوزك تطور لي الكالتشر بتاعه الشركه عشان تتناسب مع الفكر الجديد ده، عشان تتناسب مع الأجيال الجديدة ومع الميلينيالز. فبيطلب كده من الـ HR. الـ HR بيحاول على قد ما يقدر بس مش هينجح، عشان ده كان الشخص اللي كان طول عمره أصلاً بيحارب التغيير. فالـ CEO ساعتها هيضطر يعمل decision جريء جداً، هيضطر إن هو يغير الـ HR manager ده ويعين بدال واحد من الشباب، واحد من الميلينيالز، عشان هو ده الشخص اللي هيقدر يطبق الأفكار الجديدة. وهنا هنوصل لنقطة مهمة جدا، حاجة اسمها reverse unemployment، بمعنى ان الشباب اللي هيتخرجوا ساعتها دول هيلاقوا شغل بسهولة او هيخلقوا فرص الشغل بالعمل الخاص، وساعتها نسبة البطالة هتبقى موجودة في فئة مختلفة تماما. هتبقى موجودة، ممكن تبقى موجودة ما بين سن 45 سنة وسن 60 سنة من قبل ما يطلعوا على المعاش اصلا، بس مش في كل الناس، في الناس اللي كانت دايما الموظفين او المديرين اللي بيحاربوا التغيير ده. تاني حاجه بنقابلها المشاكل اللي في التدريب، التريننج. في مشكلتين في التريننج. اول مشكله فيهم ان احنا الكورسز اللي بناخدها اللي بتبقى الاجنبيه او الشهادات من بره صعب تطبيقها على بيئه العمل المصريه. تاني مشكله هي الكوانتيتي فيرسس كواليتي. خلينا في التريننج دلوقتي. في فعلا شركات كتير قوي بتدرب الموظفين بتوعها وبياخدوا الشهادات دي من شهادات امريكانية او شهادات من انجلترا مثلا، وبيجي بقى يخش جوه مكتبه عاوز بقى يطبق اللي هو اتعلمه، بس ما بيعرفش، مش بيعرف يعمل اي تغيير. والشركات بتتباهى بالشهادات دي
بس في الأصل ممكن تكون بتضيع فلوسها على الفاضي خالص. فعلا بيستثمروا في الموظف وبيعلموه كويس، بس الموظف مش بيعرف يعمل حاجة في الآخر عشان هم مش بيدوا له المساحة ان هو يعمل حاجة. طب ايه الحل في المشكلة دي؟ الحل ان انا ادرب الموظف اللي عندي يبقى موظف مفكر، مش موظف حافظ الحاجات دي وخلاص. وده بيبقى مش من خلال الكورسات المينستريم زي مثلا التايم مانجمنت او كده، بالعكس ده ممكن يبقى من خلال كورسات ملهاش اي علاقة بالشخص درسه. ممكن تبقى ورشة كتابة، ممكن يبقى تصوير رسم، ممكن خياطة، ممكن من خلال جيمز زي الاسكيب رومز مثلا. انا لما باجي اتعلم حاجة جديدة او اعمل حاجة مختلفة بكتشف قدرات جديدة جوايا، فبتخليني اشوف الحاجة من كذا زاوية مختلفة. فبكده لما بيبقى عندي الموظف المفكر ده ما قلقش ان هو اي نظرية أجنبية بقى أو مصرية أو كده هيعرف يطبقها على بيئة العمل وعلى الشركة اللي هو فيها. وإحنا كـ HR Revolution بنسعى إن إحنا يبقى عندنا داتا وريسيرش كافية من خلال المقابلات الصحفية اللي إحنا بنعملها، إن إحنا يبقى عندنا قدام الكورسز بتاعتنا اللي تتناسب مع بيئة العمل المصرية. والكورسز دي ساعتها تبقى مفيدة جدا للأجانب اللي عاوزين يجوا يشتغلوا في مصر. تاني حاجة إيه؟ السلف ليرنينج. في من ضمن المقابلات الصحفيه اللي عملناها كانت مع شركات النتورك ماركتنج، وشركات النتورك ماركتنج بيبقى اسلوب الاداره بتاعها مختلف تماما عن الشركه الطبيعيه اللي احنا نعرفها. فاكتشفنا ان هم بيعملوا حاجه اسمها فاينانشال بلان لكل الناس اللي بتشتغل معاهم. يعني مثلا لو انا بشتغل معاهم يقولوا لي انت بتقبض كل شهر لازم 15% من اللي بتقبضه تصرفه على تدريب او تريننج بره الشركه، اتصرف بس لازم تدرب نفسك بحاجه. فبكده الشركة هي بتدرب فعلا الموظفين بتوعها من عندها، والموظف بيطور نفسه ويدرب نفسه بنفسه. ولغاية دلوقتي ده أنسب أسلوب في الإدارة، أنسب أسلوب في إدارة تطوير الموظف والتدريب بتاعه، عشان الشركة يعني بتخلي الموظف ياخد الحاجات اللي هي عاوزاها ياخدها تتناسب مع الشغل بتاعه، وفي نفس الوقت مديله الحرية إن هو يدرس اللي عايز يدرسه برضه في الآخر. في حاجة بقى احنا اكتشفناها اسمها shared development، ودي تالت حاجة عاوز اكلمكم فيها. احنا اكتشفنا ان ادارة الموارد البشرية او HR هي اهتمامها الاول والاخير هو المورد البشري، الانسان الموظف. فعشان كده جات لنا النظرية الجديدة دي، نظرية ممكن تكون احسن من نظرية 15% اتكلمنا عليها، ان هو الموظف يدرب نفسه والشركة تدربه. نظرية تخلي توفر من بادجت الشركة، وفي نفس الوقت هتوفر من الموظف مش لازم هو يصرف حاجة من جيبه عشان يتدرب. عارفين الصوت أناليسيز اللي بتتعمل في الشركات؟ دي أناليسيز بتتعمل عشان تبين الشركة موقعها فين وسط الشركات التانية وسط سوق العمل ككل. احنا كـ HR Revolution تأملنا النظرية دي اللي بتبين strength والweaknesses والopportunities والthreats، وتأملنا كل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عنها النهاردة، وطلعنا بسولوشن، طلعنا بأبروتش مختلف خالص. تخيلوا لو احنا دلوقتي كلنا في شركة واحدة واحنا تقريبا 1000 موظف، وكل موظف فينا عمل حاجة اسمها personal SWOT analysis، قاعد كده جاب ورقة وقلم وقاعد يقيس هو قوي في ايه وهو ضعيف في ايه، هو محتاج يتعلم ايه وهو يقدر يعلم ايه. والداتا دي كلها بعتناها للـ HR department، والـ HR ابتدوا بقى يعملوا connections ما بين الناس، مين كويس في ايه ومين مش كويس في ايه، وممكن نوصل ده بده. يعني مثلا لو انا شغال في الـ Finance Department وكاتب weakness عندي public speaking، واحد تاني في الـ Sales Department موجود عنده كسترينث، الـ HR هيجمعنا احنا الاثنين ببعض بحاجة اسمها coaching hours. الـ coaching hours دي هتبقى من خلال كل يوم ساعة في وقت الشغل لغاية ما انا اتعلم منه كويس جدا، وفي نفس الوقت بشوف ايه السترينثز اللي عندي وايه الويكنس اللي عند موظف في ديبارتمنت ثالثه خالص، وببتدي انا بقى ابقى الكوتش بتاعته. فكده كل موظف عندي في الشركه مطلوب منه يبقى حاجتين، مطلوب منه يبقى كوتش ومطلوب منه يبقى ليرنر. فبكده الموظفين بيدربوا بعض ببلاش، فانا كده وفرت البادجت من الناحيه الماليه. تاني حاجه من ناحيه تحفيز الموظفين وبيئه العمل الايجابيه، فانا بخلي الموظفين دايما يتعرفوا على بعض ويتعاملوا مع بعض، وبيستفيد كل موظف في البوينت دي حاجتين.
أنا لما بجي أتعلم حاجة جديدة بكتشف نفسي من أول وجديد وبكتشف قدرات جديدة، ولما بجي أعلم حد حاجة بشوف الرفلكشن بتاعت الحاجة دي وتأثيري على الشخص ده إيه، فبرضو بيجي لي فيلينجز كويسة. فبكده كل موظف بياخد نوعين من أنواع السعادة، فهيبقى متمسك أكتر بالشركة اللي هو فيها. في حاجة تانية مهمة قوي، ما بين دايماً الستودنت أو الليرنر والمنتور بيبقى فيه زي بوند أو رابط مقدس جداً، والبوند ده بيعكس اللويالتي. فتخيلوا لو ما بين كل أفراد المؤسسة في البوند الموجود ده، بوند اللويالتي والإمبلوي إنجيجمنت، شركتي هتبقى قوية إزاي؟ في حاجة تالتة كمان، إن ده هيلغي الطبقية في الشركة تماماً. يعني ممكن يبقى موظف جونيور جاء الشركة بقاله 3 شهور بس، وموظف تاني سينيور مثلاً بقاله 5 سنين، بس الجونيور ده عنده strength في حاجة والسينيور عنده weakness في نفس الحاجة، فساعتها الجونيور ده هو اللي هيبقى الكوتش بتاع السينيور، وبكده احنا هنبقى نجحنا ان احنا نعمل بيئة عمل مناسبة للجيل الجديد للميلينيالز. بس مش بس الميلينيالز، هتبقى مناسبة لجينيريشن اكس وجينيريشن واي، وبكده هنبقى قللنا الفجوة اللي ما بين الأجيال كلها جوه الشغل، وبكده ثورة الموارد البشرية هتبقى ثورة على أرض الواقع وهتغير. إدارة الموارد البشرية الـ HR اهتمامها الأول والأخير هو المورد البشري، الإنسان الموظف. وسر نجاح أي ثورة مش إن هي تجمع الأفكار، بس هي تجمع الناس إن هم يطلعوا أفكار مختلفة. شكراً.